عايزين قبل الاتصالات بس هنعلن ان بنك الخلايا الجذعيه الدكتور شريف ناصح امين بصفته رئيس مجلس اداره البنك والدكتور هشام عيسى بصفته مدير البنك تبرعوا لعشر حالات، لكن احنا برضو يهمنا ان احنا نحدد هذه الحالات وهنقولها كده ببساطه عشان الناس تفهمها. لو الام حامل، لو في ولد عنده سرطان الدم او انيميا البحر الابيض المتوسط، الام حامل دلوقتي، دي اللي هتستفيد. الابن اللي هتخلفه هيتاخد بنفس الطريقه اللي شرحوها الاساتذه، لكن اي حاله تانية بقى، حد عايز يعمل كلى، حد عايز يعالج من الزهايمر، حد ده مش هيفيده. فالعشر حالات عشان المساله تبقى الحقيقه فيها فايده هي عشر حالات بمثل هذه الصورة اللي أنا شرحتها. نتلقى أول اتصال دكتور سيد. السلام عليكم دكتور خالد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور سيد، اتفضل. حضرتك والأستاذ الضيوف. شكرا. دكتور خالد الحقيقة أنا عندي سؤالين. اتفضل يا فندم. السؤال الأولاني، حضرتك أنت عارف إن نسبة تليف الكبد في مصر منتشرة. أيوه. ومسألة ترانسبلانت دلوقتي بقت يعني إلى حد ما منتشرة. يا ترى الخلايا الجذعية الستيم سيل دي لها دور في القصة ديت ولا لا؟ ايوه. خصوصا بعد ما أشيع من سنة إن فعلا في أحد الأساتذة شغال في المسألة دي. تمام. ويا ترى هل مسألة الستيم سيل دي بيقولوا إن هي في ألمانيا حققت نجاح كبير بالنسبة للليفر سيروز؟ ده حضرتك السؤال الأولاني. أيوه. السؤال الثاني، بحكم شغلي أو مكان شغلي أو تخصصي، يا ترى في مراكز شغالة على الستيم سيل ديت؟ وإذا كانت المراكز دي شغالة مكانها فين؟ وليه ما بتشتغلش ابحاث تجريبيه الاول على الاكسبيرمنتال انيمال؟ يعني انا شغال استاذ في كليه طب جامعه القاهره. ليه ما يبقاش في لينك او بروجكت موجود الاول، حاجات تتجرب على الخنازير او تتجرب على الكلاب؟ تمام. مسألة سهله ان انا اعمل اندكشن ليفر سيروزيس، او ان انا اعمل بنكرياتكتومي او الحاجات دي، وبعدين بعد كده ابدا اعالج على الاقل. يا ترى في مراكز، في سنتر شغال على الكلام ده؟ شكرا دكتور خالد. تمام، شكرا جزيلا ليك يا دكتور سعيد. مدام ناهد. فندم. اتفضلي يا فندم. والله كنت عايز اسال دور الخلايا الجذعيه دي في علاج الامراض المناعيه زي الذئبه الحمراء والصدفيه ايه؟ في علاج الحاجات المناعيه. ايوه. تمام. بس شكرا. شكرا جزيلا. طيب في معانا رانيا. اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت كنت عايز اسال الدكتور. اتفضلي يا فندم. عندي طفل عنده ضمور في المخ. وفي دكتور قال ان الخلايا الجذعيه ديت ممكن لو عملت له العمليه دي ان هو يخف يبقى كويس، فعايز اسال الدكتور تنفع للطفل دوت ولا لا؟ تمام، هي الاسئله. يا ريت عايز عنوان المركز بتاع طيب. الدكتور. طيب هيديهولك في الكنترول باذن الله. طيب معانا الاستاذ ابراهيم. اتفضل استاذ ابراهيم. الو. معانا. الو. ايوه اتفضل. اتفضل احنا معاك، اتفضل. طيب احنا هنجاوب على اصل الاسئله برضو عشان نعرفكوا التراك اللي تمشوا فيه. في احنا قلنا ان في ابحاث على كل حاجه، العين والكبد والمخ والقلب والى اخره. في ناس تقدمت في ابحاث معينه لمسافه معينه، في ناس لسه في بدايه الطريق، في ناس لسه في منتصف الطريق. المسألة كلها في طور البحث عشان برضو يعني ايه الناس يعني ما ننطلقش في انا عندي كذا وانا عندي كذا وانا عندي كذا، لكن احنا عايزين سؤال مراكز البحث الشغالة. يعني بالنسبة للكبد في ابحاث نقول ان هي ما زالت في طور الابحاث، لكن في مراكز بحثية في مصر. وعك دلوقتي احنا وزارة الصحة الحية بتعمل مشروع لابحاث الخلايا الجذعية. ايوه. مع نقابة الاطباء بتعمل نفس القصة. فدلوقتي هم في اطار وضع المعايير المطلوبه للابحاث الخلايا الجذعيه في مصر. ده لسه ما خلصش هذا المشروع، وده حاجه ضخمه جدا لان فيها ليها ابعاد كتير زي ما حضرتك عارف. في رسائل دكتوراه مثلا؟ في رسائل بتتعمل على مستوى الجامعات، لكن دي بتبقى على مستوى الحيوانات لكن مش على مرضى. فدلوقتي يعني هم بصدد وضع القواعد البحثيه لاستغلال هذه الخلايا واستعمالها ازاي في الابحاث. تمام. غالبا هتعتمد اساسا على الجامعات
بصفتها ان هي عندها ابحاث كتيره، رسائل ماجستير ودكتوراه، لغايه ما يتم وضع الضوابط ان الاستعمالات بتاعتها تبقى ايه. فرق كبير بين الابحاث وبين استعمال الخلايا الفعليه. يعني الرسائل دي مجرد يعني حاجات على بدايه الطريق او تدوير، او يعني زي ما بيقولوا عصف ذهني كده للمساله. انا مستوى المعملي وليس مستوى الافراد. مستوى المعمل. لا انا بتكلم على مستوى القصر العيني عندنا. ان في ابحاث بتتقدم لازم تعدي على لجنه الاخلاقيات. تمام. علشان تاخد موافقتها ويتحط لها الضوابط بتاعتها، ولو هيتعمل على عيانين لازم يتعمل لهم مساله الضوابط دي لسه. لا يعني اللجان دي موجوده في الجامعات دلوقتي، لكن يتحط لها حاجه قوميه عن طريق الوزاره او النقابه. ده دلوقتي قيد التطوير. معانا مدام منى، اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت حضرتك، انا كنت عايز اسال الدكتور بعد اذنك. اتفضلي. جوزي عمل تحليل حيوانات منويه. ايوه. هي زيرو. وعمل عمليتين عينه من الفيسيا، قالوا له ان الخلايا المنتجه للحيوانات المنويه اصلا مش موجوده. ورحنا الدكتور مسالك بوليه وعواقم، يعني كان بيطلع برضه على احدى القنوات الفضائيه. ايوه. سأل له ان الخلايا الجذعيه يعني هي اللي ممكن تحل الموضوع دوت. فأنا كنت عايز أعرف، هل الخلايا الجذعية يعني ممكن تتاخد من جسم الإنسان تحل حاجة تانية، ولا يعني الموضوع إيه بالظبط يخص بالنسبة للحاجات الحيوانات المنوية والحاجات والحاجات دي؟ إحنا هنحاول يعني، شوفي هنحاول نرد بصراحة، لكن أنا مش عايز يحصل إحباط للناس اللي إحنا بنرد عليهم. يعني العلم كل يوم في تقدم، لكن إحنا برضو لابد إن إحنا نحط الحقيقة قدام الناس. إحنا مش يعني باعت وهم الناس، ولكن احنا بنحط حقائق. واتمنى من الناس اللي هتسمع الاجابات انها ما يحصلهاش احباط، لكن انها ينفتح دايما في طاقه نور قدام اي مريض. معانا المهندسه نبيله. الو. اتفضلي يا فندم. انا كنت بسال على موضوع. ايوه. التكلفه الماديه. التكلفه الماديه. الو. ايوه اتفضلي يا فندم. هو سؤال الحقيقة مهم، وده زي ما بيقولوا ايه، عايز اسال عليك. جبتي من الاخر. ايوه. طيب معانا الاستاذ حسن. الو، مساء الخير. مساء النور يا فندم. مساء الخير يا دكتور. اتفضل. والله انا كنت عايز اسال بس على موضوع الخلايا الجذعيه والتطور بتاع زرع النخاع الشوكي، لان انا كان حصلت لي اصابه وفي تلف في النخاع الشوكي. فبنسمع ان في زرع نخاع شوكي والخلايا الجذعيه، فكنت عايز اعرف من حضرتك التطور في الموضوع ده. تمام تمام. معانا تليفون من هدى. مدام هدى. ايوه. اتفضل يا فندم. عايز اعرف العنوان بتاع المعهد ده لو سمحت. حاضر. البنك. هو لو كان فيه هيديهولك في الكنترول دلوقتي. العنوان والتفاصيل والتليفون وكله. طيب احنا دلوقتي تلقينا اسئله كتير قوي دكتور هشام. الامراض المناعيه، العقم اللي هو احنا بنسميها ازوسبيرميا، والازوسبيرميا اللي هي يعني ما فيهاش خلايا الا خلايا سيرتولي دي اللي هي بتفرز الهرمون بس، لكن اللي بتفرز الحيوانات المنويه كمان مش موجوده. زرع النخاع الشوكي. بص حضرتك، احنا سنة 86 كانوا ثلاث أمراض. سنة 2010 86 مرض معتمد من منظمة الصحة العالمية. كل اللي اتسألوا في الآخر دول للأسف لسه مش منهم، ولكن في منهم بتاع الشلل النخاع الشوكي، بتاع الأمراض المناعية، عدوا فيز 1 اللي هو الفيز المعملي، عدوا فيز 2 فيز الحيوانات، في فيز 3 وصلوا المناعي بالذات، وصل ل 80% من الحالات خفت، 20% ما خفتش. الشلل والسكر 50% 50%، الكبد 20%، العقم لسه لغز كان محير ما عدناش 10%. ولكن اللي كان ثلاث امراض سنه 86 بقى 86 مرض السنه دي، وعندنا السكر والشلل والالزهايمر والشلل الرعاش، خلاص احنا تقريبا يعني في قربنا بنتكلم في سنتين ثلاثه، فدول مش دلوقتي. واي حد يقول لهم دلوقتي، بالذات بتاع الطفل اللي عنده ضمور في المخ، لا مش دلوقتي.
لا ضمور المخ ولا زرع نخاع شوكي ولا عقم دلوقتي. وده كان يمكن الغرض اللي انا كنت بقوله على مسألة الاحباط الان من المسألة دي. لكن دائما زي ما بقول في اخر النفق دائما طاقة نور او شمعة تضيء. معانا الدكتور حسام موافي، اتفضل يا فندم. مساء الخير يا دكتور خالد. مساء النور يا دكتور حسام. مساء الخير يا دكتور شيرين. انت دايما مشرفنا كده يعني بحضورك المميز وصوتك. الله يحفظك. انا مش هسأل حاجة، بس انا بحيي الضيوف بتوعك ان نقلوا مصر نقلة كبيرة جدا بالخلايا الجذعية، لان ده الامل الوحيد اللي هيعفينا من زرع الاعراض. يعني قول حضرتك 5 سنين 6 سنين 7 سنين ما كانش هيتنقل مصر هذه النقلة الا بجهود الناس اللي قدامك. طيب سؤال اخير يا دكتور حسام برضو، اللي يقول لك يعني حضرتك دلوقتي يعني عميد كلية طب مصر علوم والتكنولوجيا، واكيد بتقابل الاسئلة دي من الطلبة او من الناس. ايوه. احنا فين والناس دي فين وهنقعد نصرف على الكلام ده ليه؟ بترد عليهم تقول لهم ايه؟ لا احنا قريبين جدا من الناس. انا دايما اقول للطلبة اسجدوا لله شكر انكم دخلت كلية الطب. لان الطب في مصر اقرب حاجة للعالم. حضرتك قارن جميع فروع العلم في مصر والعالم، الطب اقرب حاجة. احنا الفرق بيننا وبين الناس المتقدمة جدا جدا مش بعيد، يعني سنتيمترات يعني. أيوة. بينما في فروع اخرى في كيلومترات الفروق يعني. تمام. فهي يعني حضرتك انا متفائل جدا، يعني 2 3 سنين وحضرتك هتلاقي ان زراعة الاعضاء بيحل محلها الخلايا الجذعية. نعم. شكرا جزيلا للدكتور حسام موافي. معانا الاستاذ هيثم. الو. اتفضل استاذ هيثم. مساء الخير يا فندم. مساء النور. انا كنت عايز اسال بس الاستاذ، انا عندي بنت عندها مرض اسمه SMA اللي هو سباينال ماسكولار اتروفي تايب 2. واللي انا اعرفه برضو ان المفروض ان الامل ان شاء الله هو في الستام سيلز. يعني هي عندها ضمور في العضلات بالظبط. تمام. ضمور في اعصاب العضلات. اعصاب العضلات كده. ايوه. تمام. فدكتور هشام كان بيتكلم على ان ضمور المخ لسه بدري شويه، يعني لسه شويه عليه. تمام تمام. طيب هل بالنسبه بقى للحته اللي هو الاس ام ان جين اللي مش موجود ده؟ تمام. هل في امل؟ وسؤالي تاني، انا دلوقتي مراتي مش حامل، هل نقدر ناخد ستيم سيلز من الستوك بتاع البنك ده مثلا؟ ده سؤال يعني ده سؤال مهم عشان برضو ما يحصلش لبس. هل انت بتسال ان انت تاخد من اي احتياطي او اي حد يروح يشتري من دم موجود خلايا جذعيه موجوده اساسا في البنك؟ طب معانا الاستاذ تامر. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت كنت عايز استفسر على المكان ورقم التليفون بتاع البنك. تمام. طيب احنا حتى عشان نخفف على الناس ممكن تقول التليفونات دكتور سريعا كده. 011 011 33 8. ايوه. 4 7 أو 4 2 4 7 أو 4 2. طيب وبرضو العنوان وكل الكلام ده برضو من الكنترول، لكن نقول التليفون معلش تاني. 011 33 8 4 2 أو 4 7. تمام. ونكتبها برضو على الشاشة عشان يعني معظم الناس بدل ما يتلخبطوا في مسألة الاتصال.